إلى ذلك دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر مشروع توزيع قوارب الصيادين في مديرية الخوخة الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفذه منظمة عبس للتنموية المرأة والطفل. وقدم المشروع 83 منحة لعدد 415 مستفيد من الصيادين بهدف دعم الصيادين المتضررين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي. وخلال تدشين الذي حضره رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر خالد الشمسي، أشاد المحافظ طاهر بأهمية المشروع الذي سيخدم فئة الصيادين الذين يعتبرون أضعف شريحة في المجتمع، مؤكدا أنه سيسهم في تحسين وضعهم المعيشي جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.